بيانيتش بنتانكور كوادرادو وفي الهجوم كريستيانو رونالدو بل كانسيرو لين كانسيرو ثابت وفي المرمى البولنديس كوروفسكي محاولة أولى لفريق اليوفي عن طريق تسديد اليوفي فيما هناك صفر لليوفي أمام بولونيا على هذا الميدان على فتاة مباريات ينقل كرة عند ماتويدي ماذا يعلن حكم اللقاء ماذا يحتسب السيد مرياني سقوط ماتويدي ولكن اللاعب يستمر كرة ضربة يوفي في الهجمة جواو تبعت كرة من باي مسارت كرة ارجع كرة مرة أخرى لليوفي عند بنتانكور يبحث عن هدف جديد كريستيانو كرة تلعب داخل المنطقة سلام سكورافسكي الكرة تتوقف عند سكورافسكي حارس مرمى فريق بولونيا الضغط سيكون كبير استلام الكرة من ادم ناكي المجري يلعب كرة تنتهي 3-1 هنا على هذا الميدان ماتويدي يلعب كرة سهلة عند سكورافسكي الكرة ديبالا يلعب ماتويدي التسدد ديبالا في الشبكة لاخويا زي لعبة لاخويا يصل لمرمى بولونيا يسجل باولو ديبالا الباوليتو يعلن عن فانتاج مبكر لسيدة ايطاليا للسيدة القاتلة الاحلام كل منافس يتطلع بالاطاحة باليوفي هنا على هذا الميدان اليوفي يتقدم 1-0 ودفاع بولونيا يعاني من العمق كرة بالظهر في مرة اولى ماتويدي سدد سكولوبسكي تابع وباوليتو يضع كرة في المرمى باولو ديبالا للمرة الرابعة على التوالي هنا في معقل اليوفي يدخل منطقة الدون الدون رونالدو ماتويدي يسجل ماتويدي الماراثون الفرنسي يضع كرة في سقف المرمى اليوم مهرجان اليوم أكيد اليوفي سيكون على موعد ليسجل حاسة كبيرة بيت الآن احتفالية بثاني الأهداف عن طريق الفرنسي ماتويدي الهدف الثاني بإمضاء ماتويدي كرة في مرة أولى رونالدو الإعادة من جديد في الاستخلاص من بنتانكور الماغو القادم من الأرجنتين من البوكا جونيورز الكروس شوف الكروس ديبالا اللي جواو يحتفل الكرة البرتغالي جواو والحارس كوروفسكي هنا على هذا الميدان بعد ثنائية في مرمى ساسولو الوانتون انطلاقة سريعة تأكد من الدفاع الكرة ركنية لليوفي اليوفي في التمرين ناوي على هدف ليوناردو تلعب كرة بشكل مقوس الابعاد بالقبضة من سكوروفسكي